قبول الحرب تقرع في واحدة من أسخن الملفات على الإطلاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو من جهة وبين روسيا من جهة أخرى، وهذا الملف الذي نتحدث عنه هو الملف الأوكراني. الآن هنالك مشكلة كبيرة تجري في هذه القضية، ممكن أن ندخل في حرب على أعلى المستويات إذا ما وصلت الأمور إلى ما ممكن أن تصل إليه، وبحسب التوقعات والأمور الاستخبارية التي تجري حول هذه القضية. الآن يجب أن ننظر إلى قضية أوكرانيا تحديدا. الآن أوكرانيا هي في موقع جغرافي مهم جدا، هي تفصل بين روسيا كما نلاحظ وبين أوروبا. شوف هذه كلها أوروبا والدول الحليفة للناتو كلها بهذه الجهة، وبالتالي هذه المنطقة هي تعتبر ليس فقط في قضية السيادة الأوكرانية وصراعها مع روسيا، وإنما هي قضية متعلقة في الأمن القومي لروسيا وكذلك بالنسبة للأمن القومي لأوروبا. يعني لو حلف الناتو تمكن من ضم أوكرانيا سيكون لديه أكسس عالي جدا على روسيا، وكذلك العكس إذا ما روسيا استطاعت من السيطرة على أوكرانيا على سبيل المثال راح يكون الأكسس الخاص بها على أوروبا على مستوى عالي للغاية. صراع هائل جدا يجري في هذه القضية. اللي دا يصير الآن هنالك تحشيدات عسكرية كبيرة روسية على الحدود الأوكرانية بهذه النقاط. بحسب المعلومات الاستخبارية الأوكرانية وجدوا بأن قضية عدد الآن القوات الروسية اللي موجودة على الحدود الأوكرانية الآن وصل إلى 70,000 جندي روسي، وكذلك بأن معلوماتهم تؤكد بأنه سيكون هنالك غزو بحسب الميليتري تايمز بهذه الاتجاهات وبهذا الشكل، بل أن هنالك محاور أيضا قادمة ليس فقط من الأراضي الروسية بل هي أيضا من محاور قادمة من بيلاروسيا بنقطتين هنا متوجهة تقريبا إلى كييف العاصمة الأوكرانية بهذا الاتجاه. ويجدون بأن كل هذه العملية راح تصير العام القادم 2022 في شهر الواحد أو شهر الاثنين. هذه المعلومات الاستخبارية الأوكرانية، ولكن المعلومات الاستخبارية الأمريكية تذهب إلى أبعد من ذلك وترى بأن القوات الروسية تعدادهم أعلى من 70,000. التقديرات الأوكرانية غير دقيقة، يرون بأن العدد يصل إلى 94,000 من الجنود الروس الآن اللي موجودين، وأيضا وجدوا بأن هذا العدد سيرتفع بشكل أكبر وسيصل إلى 175,000 جندي روسي للتهيئة لعملية الغزو في عام 2022 في شهر الواحد أو شهر الاثنين. ولكن الاستخبارات الأمريكية حتى هذه اللحظة في حيرة من أمرها، هل سيتم هذا الأمر أم لا؟ فلاديمير بوتين يعتقدون بأنه يضعهم تحت المطرقة، يضعهم في منطقة غير مريحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وعلينا ألا نستغرب من هذه القضية وقضية الغزو، لأنها تمت أصلا في عام 2014 من قبل الروس. استغلوا قضية الثورة التي تمت في أوكرانيا في عام 2014 وتقدمت القوات الروسية مباشرة إلى هذه المنطقة اللي هي اسمها كرايميا وسيطروا عليها تماما وأخذوها، وإلى يومنا هذا هم مسيطرين عليها الروس. والخوف هنا بالنسبة لأوروبا، إذا ما تم هذا الغزو بهذا الشكل بهذا المستوى الكبير فمعناتها بأن الأكسس على أوروبا عالي جدا وحلف الناتو سيكون في مشكلة خطيرة جدا. وبالعودة إلى القضية اللي صارت في عام 2014، يجب أن ننتبه أيضا بأنه هي صارت في فترة كان جو بايدن هو نائبا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق باراك أوباما، وكذلك أيضا وضحت الناشنال انترست بأن التصعيد العالي اللي صار من قبل الروس في هذه القضية هي صارت منذ اليوم الأول لوصول جو بايدن إلى البيت الأبيض. وإذا ما ألقينا نظر على طبيعة التحشيدات بالأقمار الصناعية لآخر الصور التي جاءت للتحشيدات للقوات الروسية، سنلاحظ بالأقمار الصناعية تحشيدات هائلة جدا كما تلاحظون بهذه المستويات من كل المحاور التي تحدثنا بها وطبعا رويناكم إياها. وكذلك لو ألقينا نظر على طبيعة المناورات العسكرية اللي يسووها من هذه التحشيدات بهذه المواقع ستثير الكثير من طبيعة، وهي لا زالت تثير الكثير من طبيعة القلق اللي موجود الأمريكي ومن حلف الناتو وحتى من الأوكرانيين نفسهم. مناورات على المستوى البرمائي، على المستوى الجو، على مستوى البحر، البحر الأسود كذلك. فهنالك استعدادات هائلة جدا بالنسبة للروس للقيام بشيء هنا، للتحضير إلى شيء هنا بالنسبة إليهم. وهذا طبعا يقلق الأوساط الأمريكية من أنهم قد يكونوا أمام سيناريو لأفغانستان
أخرى بحسب طبعا الواشنطن بوست، والتي قد تؤثر على جو بايدن بشكل عان للغاية. وهذه القضية يجب أن ننتبه أيضا بأنه في حالة صار هذا السيناريو فعلا لغزو روسيا إلى أوكرانيا، فهنالك من هدد بهذا الموضوع، وتحديدا هدد واللي هدده هو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وكذلك الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ. هددوا روسيا بأنه يا روسيا إذا تقدمت بهذا الشكل وقمت بغزو أوكرانيا فنحن سنفرض العقوبات، جزء من الموضوع عقوبات اقتصادية كبيرة جدا ستفرض على روسيا، وهذه قد تكون مشكلة بالنسبة لنا في العراق، خاصة وأننا اقتربنا كثيرا من روسيا في الفترة الأخيرة. في نهاية عام 2020 كانت هنالك علاقات جيدة مع روسيا، والشركات النفطية التي دخلت إلى العراق بدأت العلاقات أيضا تتوسع على المستوى العسكري شيئا فشيئا، فهذه قد تتأثر إذا ما وصلنا إلى هذا السيناريو، وبالتالي يعني يكون أمرا سلبيا جدا بالنسبة لكل الدول التي هي فكرت في توسيع علاقاتها مع روسيا بشكل كبير. وهذه القضية أيضا يعني يجب أن ننتبه بأن القصة الروسية تختلف تماما عن القصة الأمريكية. هذه القصة الأمريكية التي ذكرتها لكم، الآن القصة الروسية الروسيين يشوفون بأن التحشيدات هي تتم وتمت في أرضهم وفي أراضيهم بهذه الاتجاهات، وهي مناورات عسكرية روتينية، وأنهم ليس لديهم أي نوايا لغزو أوكرانيا، وهذه بروباغندا وإعلام أمريكي ومن حلف الناتو، بل بالعكس بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو هم الذين يصعدون، والولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالتصعيد منذ يوم 30/2/2021 لما قامت برفع المستويات العسكرية الخاصة بها، المستويات الاستعدادات العسكرية، رفعت المستوى من المستوى الخامس إلى المستوى الرابع، وهذا ما يعنيه بالنسبة للروس. المستوى الخامس هو مستوى السلم المتفق عليه بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن برفعها إلى المستوى الرابع بهذا الشكل معنى ذلك بأن قضية العمليات الاستخبارية والاستخبارات العسكرية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية ستزداد نشاطا على الحدود على كل المستويات، وهذه تعيدهم إلى الحرب الباردة، وهذا ما لا ترضاه روسيا بأي شكل من الأشكال. كذلك يقولون بأن الناتو هو الذي يصعد في أوروبا الشرقية تحشيدات هائلة على الحدود الروسية، على حدود بيلاروسيا بالنسبة لحلف الناتو، هذه طبعا بيلاروسيا تعتبر حليف بالنسبة للروس، وهذا ما لا يريدونه تماما. وكذلك وجدوا بأن حلف الناتو هو يعزز قدرات أوكرانيا، ويحاول منضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، ويحاول أيضا منضم جورجيا إلى حلف الناتو، هذا طبعا الروس اعتبروه بشكل واضح وصريح. سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي اعتبرها القنبلة الموقوتة إذا ما وصلت أوكرانيا ووصل حلف الناتو إلى هذا التقدم، لأنه طبعا يعتبره أمن قومي كما تحدثنا، وممكن جدا أن يعطي أكسس هائل جدا لحلف الناتو مباشر على روسيا، وروسيا لن تسمح بذلك أبدا. فعلى هذا الأساس الروس يرون بأن هنالك مبالغة كبيرة، وأن الخطر قادم من حلف الناتو وقادم من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه القضية حاولوا الأمريكان والروس أن يحلوها من خلال هذا اللقاء الذي تم بين وزيري الخارجية، الوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والتقوا وكانت الابتسامات واضحة جدا في هذا اللقاء، والأمور تبدو طبيعية وجيدة. ولكن بلومبرغ كشفت بأنه كان هنالك خلافا حادا بين الطرفين عند مأدبة العشاء، وشوف شنو اللي قالته البلومبرغ على هذا الموضوع. مشادة كلامية حادة وقعت بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والروسي سيرجي لافروف بشأن أوكرانيا خلال مأدبة عشاء بحضور عشرات من زملائهما هذا الأسبوع، وبالتالي وصفت بأن هذا اللقاء كان فاشلا ولم يصل إلى طريق. وعلى هذا الأساس كل العيون الآن تذهب إلى هذا اللقاء الذي سيتم يوم غد بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول القضية الأوكرانية تحديدا، وهذه قد تفتح بابا جيدا بالنسبة لجو بايدن لتعديل وضعه على مستوى السياسات الخارجية بحسب الريل كلير بوليتكس. كما نلاحظ بأن جو بايدن الأفرج مات في مستوى السياسات الخارجية، نتحدث عن الفورن بوليسي الديسابروف وعدم المصادقة بالنسبة للشعب الأمريكي إلى جو بايدن هي وصلت الآن إلى 53.8%، والجالوب وصلوها إلى 59% عدم مصادقة الشعب الأمريكي على أدائه. فقد تكون هذه فرصة جيدة لتعديل الأمور إذا ما وصل إلى حل فيما يجري مع أوكرانيا وتعديل ما جرى في أفغانستان.